ايوه هذا هو. هذا هو ماشي. شايفين انتو شباب؟ شايفين سلايد هذا؟ شايفينه ما دكتور واضح. جيم الصور الاسماء هاي. ايوه اوكي. لا امتى دكتور؟ بس هي قديم معلق عندك. خلين ردرجي عليه. ايوه هيك منيح بالنسبه لي انا، يعني بمشي حالي بقدر ابلش المحاضره ورد راحت. ليش يا عمر؟ اوكي رد رجعت. عمر بتروح بترجع ليه؟ بتكبر بالشاشه كانك. الو. دكتور هو بيكبر بالشاشه. سامعيني هسا كلكم؟ طيب يلا مساء الخير ويعطيكم العافيه. خلينا نبلش عشان ما نضيعش وقتكم كمان. احنا راح ندرسكم الفصل هذا جنرال باثولوجي، الباثولوجي العام. ثم نحكي عن الجنرال باثولوجي، يعني بنحكي عن الريسبونس اوف ذا بودي، ريسبونس اوف ذا بودي تو انجيريس ايجنتس، الاشياء اللي بتعمل الامراض او التغيرات اللي بتصير على النسيج. كيف البادي ريسبوند تو ذس؟ عاده في عندنا جنرال ريسبونسز، في عندنا سبيسيفيك ريسبونسز. فاحنا بالفصل هذا راح نحكي عن الجنرال ريسبونسز، لذلك سمينا المساق جنرال باثولوجي. كلمه باثولوجي مكونه من جزئين، باثولوجي او باثوسولوجي. باثوس معناته الالم البين، واللوجي معناته الساينس. باثولوجي الساينس اوف بين، او ممكن نقول ساينس اوف ديزيز. باثوس لما نقول البين يعني البين الناتج عن الديزيز، هي كلمه لاتينيه باثولوجي، study of pain، study of suffering، او احنا بنحكي علم الامراض study or science of disease. واضح لكم هلا؟ يعني بالعربي الامراضيه، علم الامراضيات بيقولوا، يعني كيف بيصير المرض، اليه حدوث المرض. هذا التعريف العام بشكل عام والبسيط. هلا لو قلنا لكم ايش الديفيشن تاع الباثولوجي، راح تقولوا اللي هو study or science of disease. هذا يعني واحد بالصف السادس ممكن نعلمه إياها ويحكي لنا إياها، study of disease or science of disease. من كنت لا، إحنا بدنا تعريف علمي أكثر دقة، اللي هو التعريف الثاني B study of the molecular cellular tissue or and organismal response. صوتك راح دكتور. الدكتور فاتح من جهازين قاعدات بيودن على بعض. سكر المايك تبع اللابتوب دكتور، او سكر المايك تبع التليفون. شباب ماشي؟ study of the خلص اوكي. التعريف الثاني اللي مطلوب مننا احنا كأطباء، اللي هو study of the molecular cellular tissue or organismal response of the living body. اوكي، بمعنى ايش الاستجابه اللي بصير بالجسم الجزيئيه والخلويه والنسيجيه او
على مستوى الأورغانز، لما نقول ليفر، سبلين، ستومك، لانجز، how these organs respond to injury أو deprivation. شو معنات injury؟ injury يعني أي مسبب بدخل على الجسم وبعمل تغيير على الأنسجة بنسميها injurious agents، أو ممكن يكون deprivation، حرمان يعني deprivation of proteins، deprivation of vitamins، deprivation of minerals، هذول راح يعملوا changes. إذا نقدر نقول علم الأمراض بلغة عربية بسيطة مباشرة هي التغيرات الجزيئية والخلوية والنسيجية والعضوية، عضوية يعني الأعضاء في الجسم الطيب الحي، يعني living body. ما بنقدر نحكي pathology في جسم ميت dead tissues، لازم يكون حيوان أو الإنسان طيب حتى نحكي عن pathology. أوكي، when هذا الحيوان أو الإنسان is exposed to injurious agents or deprivation. هل هذا التعريف واضح لكم؟ ألو؟ واضح دكتور، واضح. سامعيني؟ أوكي، إذن صار عندنا لحد الآن إحنا تعريف general pathology، والباثولوجي حكينا بالتعريف المبسط science of disease، بعدين حكينا عن اللي هو more detailed definition of pathology اللي هو في B. هلا الباثولوجي أنواع different branches أو subjects للباثولوجي أو fields، اللي هو general pathology اللي إحنا هلا قاعدين نأخذ فيه study of basic alteration in tissue، التغيرات الأساسية اللي بتصير على التيشوز أو على الأورغانز. مثل إيش يعني؟ مثل الإنفلاميشن، الالتهاب. الالتهاب هو تغيير بالجسم نتيجة هجوم أو دخول بيولوجيكال أو كيميكال أو أي ايجنت غريبة تدخل على الجسم ممكن تعمل إنفلاميشن، بس هي عامة. الإنفلاميشن هو ريسبونس عام ليس سبيسيفيك، بمعنى ممكن تخش بكتيريا وتعمل انفلاميشن، ممكن يخش فيروس يعمل انفلاميشن، ممكن يدخل فنجس فطريات وتعمل انفلاميشن. التغير اللي بيصير بالانسجه ليس سبيسيفيك، لذلك احنا شو بنقول؟ انفلاميشن از ان ان سبيسيفيك ريسبونس اوف ليفينج تيشو تو انجيريس ايجنتس. اوكي، اذا الانفلاميشن هو استجابة عامة للكائن الحي لأي إشي بدخل على الجسم. النيكروسيس another change alteration basic alteration بصير على التيشوز نتيجة هاي الأسباب اللي حكينا عنها، ممكن تكون biological chemical physical radiation تعمل نيكروسيس. فالنيكروسيس عبارة عن general change. إذا الأتروفي الضمور تاع العضو ممكن يكون السبب تاعه misuse disuse، ممكن يكون lack of nutrients، lack of innervation، lack of blood supply. بمعنى الأتروفي والنيكروسيس والإنفلاميشن عبارة عن تغيرات عامة بغض النظر عن السبب. بالسيستم البعدية هاي رح نحكي عن السيستمز، طلعوا كيف systemic pathology study of the disease of the organs، نحكي عن الأعضاء of the system. مثلا الفصل الجاي راح أدرسكم أنا digestive system pathology of digestive system، راح أدرسكم pathology of renal system الكلى والcardiovascular، دكتور وائل راح يعطي respiratory والnervous. إذا راح نأخذ كل system لحال. أوكي، هلا راح نعطيكم التغيرات النسيجية والخلوية اللي بتصير في الجسم نتيجة الانفكشن أو الانجري بغض النظر عن السيستم، لكن الفصل الجاي سيستميك باثولوجي رح نحكي عن السيستمز. في إشي اسمه سبيشال باثولوجي، أوكي، a study of the changes associated with a specific disease such as brucellosis, canine distemper and TB. جنرال باثولوجي بنحكي بشكل عام عن التغيرات النسيجيه
والسيستميك باثولوجي بنحكي عن السيستمز، والسبيشال باثولوجي بنحكي عن التغيرات النسيجية اللي بتصير نتيجة مرض معين. مثلا ايش التغيرات النسيجية اللي بتصير للسل ناتجة عن السل تي بي توبركولوزيس، ايش التغيرات المرضية بتصير نتيجة عن البروسيلوسيس، او التغيرات المرضية بتصير عن طاعون الكلاب كناين ديستمبر. كل مرض معين لو بناخذه لوحده وندرسه، ندرس التغيرات تاعته، هذا بسموه سبيشال باثولوجي. عادة بكون هذا بالسنة الخامسة. اذا جنرال باثولوجي بالثانية او بالثالثة، سيستميك باثولوجي بالسنة الثالثة والرابعة حسب الكليات، وسبيشال باثولوجي بروح على السنة الخامسة. نيجي على موضوع كثير مهم، يعني we should know this، بعض الديفينيشنز اللي هو الجروس باثولوجي. فمقول شو معناته جروس باثولوجي؟ جروس باثولوجي له اسم ثاني ماكروسكوبيك باثولوجي او باثولوجيكال اناتومي، بامريكا بيقولوا باثولوجيكال اناتومي او موربيد اناتومي، اللي هو لما احنا نفحص التيشوز والاورجانز ار اكزامند وذ ان ايدد اي، لما نفحص احنا الانسجه والاورجانز بعيوننا بالعين المجرده بدون ما نستخدم مايكروسكوب. يعني لو نفتح الحيوان احنا ونشرحه، نفتحه ونطلع على الاورجانز احنا ونقول والله في عندنا شغله غلط بالرئه، وهون في شغله ثانيه غلط بالانتستين. لو نقيم الاشياء هذا مثلا الاورجان هذا احمر او الاورجان هذا اصفر غير عن اللون الطبيعي تاعه، اوكي المعده متفجره ممزوعه يعني، اوكي هذا شيء اسمه جروس باثولوجي. اذا الجروس باثولوجي او موربيد اناتومي، اوكي او ماكروسكوبيك باثولوجي او باثولوجيكال اناتومي، كلها مصطلحات لنفس المصطلح الجروس باثولوجي. بما انه في جروس باثولوجي معناته في ماكروسكوبيك باثولوجي، لما احنا بحاجه نستخدم الماكروسكوب. هذا الماكروسكوبيك باثولوجي بيسموه هيستوباثولوجي، هيستوباثولوجي هذا المتعارف عليه اكثر شيء. بقول لك انا في عندي مختبر هيستوباثولوجي، لما نحط سلايد تحت الميكروسكوب نطلع ونشوف التغيرات اللي على سلايد، هاي بنسميها هيستوباثولوجي او سيلولار باثولوجي. اذا حكينا جنرال باثولوجي، سيستميك باثولوجي، سبيشال باثولوجي، ماكروسكوبيك باثولوجي، بعدين مايكروسكوبيك باثولوجي اللي هو هيستوباثولوجي، وهلا بنحكي عن سيرجيكال باثولوجي. سيرجيكال باثولوجي يوم الجراح يعمل عملية جراحية ويقيم تشو معين من الحيوان الطيب أو الإنسان الطيب تشو ويوديه على المختبر عشان نقول له إيش التغير اللي صار بهذا التشوز. يعني إحنا بنفحص التشو اللي بودينا إياه الجراح تحت الميكروسكوب عشان نقول له شو التغيرات الموجودة، هل في نكروسيس، هل في إنفلاميشن، هل في فاسكولايتس التهاب بالأوعية الدموية، وبعدين هل في تيومر سرطان، شو نوع التيومر، شو نوع الانفلاميشن. هو بودينا العينة بعد ما يعمل العملية الجراحية. الأذر تخصص الباثولوجي اللي هو الكلينيكال باثولوجي، study of diseases by examination of blood، لما نأخذ عينة الدم ولا يورين ولا فيسز ولا skin scraping، من skin نأخذ عينة أو الهير في المختبر نفحصهم، هذا اسمه كلينيكال باثولوجي. اوكي فحص الدم ولا البول والفيسز كلينيكال باثولوجي، اللي هو تخصص الدكتوره رائده اللي راح ادرسكم بجزء بالسنه الثالثه والرابعه، لو مدرسكم دم ولا كيمستري، لو من الليفر انزيمز انزيمات الكبد ولا الكلى، ولا التغيرات بتصير بالوايت بلاد سيلز، تغيرات سبب البروتينات تحت الدم، هاي كلها تحت تخصص كلينيكال باثولوجي. الإيمونوباثولوجي من الاسم تاعه إيمونوباثولوجي، study of diseases، ندرس الأمراض اللي إلها علاقة بالاعتلالات تاعت جهاز المناعة، أوكي أمراض المناعة اللي هي abnormalities of the immune mechanisms of the body. وعندنا physiological pathology، وترفع سلايد يا عمر شوي لفوق، physiological pathology study، بس خلاص ماشي. Study of the changes in the functions of organs، نحكي عن وظائف الأعضاء أو أجزاء من الأعضاء اللي بتكون ناتجة عن الديزيز،
مثل ما حكينا قبل شوية الإنزيمز تحت الليفر ولا الكلى ولا البروتينات. Geographical pathology study of disease process in population groups، علم الأمراض اللي له علاقة بالجيوغرافي بالمنطقة، يعني الأمراض اللي بتصيب اليابان غير على الأمراض اللي بتصيب أمريكا والصين والمنطقة الشرق أو إحنا عندنا شو صار؟ أوكي سامعيني شباب؟ سامعينك. ألو. أوكي. دكتور سامعينك. معاي تابعين معاي؟ آه. أوكي تمام. إذا بنحكي عن الأمراض اللي بتصيب منطقة معينة، اليابانيين ولا آسيويين مثلا اليهود عندهم أمراض محددة فيهم. أوكي. Study of the disease processes in population groups in different parts of the world. Heart diseases مثلا in USA more than Chinese. Okay. ممكن يكون في عندك أمراض وراثية موجودة في group population محدد. Okay. ارفع سلايد كمان او النكست سلايد يا عمر. اوكي هلا في اكسبيرمنتال باثولوجي اللي هو علم الامراض التجريبي، وهذا كثير كثير مهم، اللي هو احنا عاده نستخدمه على الحيوانات عشان نفيد الانسان او على الحيوان عشان نفيد الحيوان، اللي هو علم الامراض التجريبي، لو من تجرب دواء معين او ماده معينه او فيروس، تاخذ فيروس انت او بكتيريا وتحقنه بحيوانات المختبر بالراتس ولا بالرابتس، بعدين تدرس التغيرات المرضية اللي بتصير على هذا الحيوان. ممكن تأخذ أنت مواد كيماوية أدوية تغطيها للحيوانات وتشوف إيش التغيرات النسيجية اللي بتصير على هاي الحيوانات. هاي اللي هو بسموها experimental pathology. هلا بالزراعة في عندهم إيش اسمه plant pathology. أوكي plant pathology. في شيء كمان اسمه environmental pathology. pathology اللي ناتج من الانفايرمنت البيئي. اوكي خلينا نحكي جنرال باثولوجي. الطب البيطري هو او بالطب الاسنان او بالطب البشري اتس ذا سيم، نفس الشيء. الباثولوجي از باثولوجي، التشينجز اللي بتصير بالتشو راح نعطيكم احنا انفلاميشن ونكروسيس واتروفي وهايبرتروفي هايبربليشيا كل الحكي هذا، ونفس البخطوط طلاب الطب خلال الفصل هذا لا بل راح نعطيكم شويه زياده اكثر من البخطوط كليه الطب. بالسكند سيمستر في اشياء بتختلف، هم بركزوا على بعض المواد المواضيع اكثر من احنا بنركز عليه. اوكي هلا خلصنا تعريف الباثولوجي. باثولوجي از ذا ساينس اوف ديزيز، التغيرات النسيجيه والجزيئيه والتغيرات اللي بتصير بالاعضاء اللي تنتج عن دخول انجيريس ايجنتس. هلا في ناس منكم ضعيفين باللغة الإنجليزية فبكون عندهم صعوبة باللفظ أو صعوبة بالحفظ، فأنا بقول بنصحهم إنه من هلا حاول تحفظ المصطلح وحاول تحفظه وتلفظه صح. إذا حفظته ولفظته صح راح يساعدك بالحفظ للمعلومات اللي بدها تيجي على الطريق، كان بالسنة الثالثة ولا بالرابعة. لكن إذا ظليتك أنت ضعيف بحفظ المصطلحات راح تلاقي مشاكل بالسنوات الجاية. أوكي نيجي على المصطلح الثاني disease. What do you mean by كلمة disease؟ كلمة disease هي كلمة فرنسية مكونة من شقين، من طلعوا من dis D-I-S هاي لحالها، والإيز كلمة إيز من easy، من easy يعني إيه سهل، easy بكون الأمور طيبة وكويسة. لكن لما نحط كلمة ديس قبليها وكان احنا بنقول ايه الصعوبة في عندنا عكسنا المعنى للكلمة. This is is معناته سهل، لما نحط كلمة this is صار عندنا في مشكلة، صارت الأمور صعبة علينا. هاي المعنى اللغوي تاع disease. هلا ايش معناها الطبي؟ It's a condition in which an individual has an anatomic individual شخص عنده مشكلة تشريحية، عنده مشكلة كيماوية، عنده مشكلة فيزيولوجية تختلف عن الوضع الطبيعي.
تختلف عن الوضع الطبيعي. ممكن احنا نسميها disease يعني loss of health، فقدان الصحة، اوكي بشكل عام فقدان الصحة. اذا صرنا عارفين شو معنى pathology وعرفنا شو معنى disease. معنى health، health عكس disease، a condition in which all، كلمة all، the functions of the body are normal، الكبد والبرين والعضلات والبونز والحالة النفسية، حتى الحالة النفسية تعريفها بالhealth كلهن normal. إذا condition in which all the functions، كل وظائف الأعضاء اللي في الجسم بتاعنا بغض النظر إيش هي، هي normal. شو معنات autopsy؟ autopsy إلها autopsy بيستخدموها بالطب البشري. إحنا بنستخدم كلمة necropsy بالطب البيطري، استخدموا كلمة necropsy. وكلمة نيكروبسي على فكرة أفضل من كلمة أوتوبسي، ولا بقول لكم ليش، أو مسميها post mortem examination. post mortem examination كلمة نيكروبسي اقسمها قسمين، من نيكرو، من نيكرو، نيكرو معناته ميت، نيكروس باللاتيني، نيكروس باللاتيني، أوبسي من أوبتيك نيرف، إذا متذكرين بالتشريح يعني إيش اللي بتشوف على الميت، ايش التغييرات بنشوفها على الجثه، على الحيوان او الانسان الميت. اذا شو بنسميه؟ systemic dissection and examination to determine the cause of death. اذا انت بدك تفحص الحيوان او الانسان الميت بطريقه منتظمه system by system عشان تحدد سبب الوفاه. This is what we mean by necropsy، postmortem examination، وبالطب بحكوا لها autopsy اللي بيصير عندكم بالمشرحة، أوكي؟ هلأ في مصطلح آخر اسمه بيوبسي، بيوبسي انتبهوا، بيوبسي removal of and examination، removal and examination of tissues from the living body. إذا كلمة بيوبسي إحنا بنأخذ عينة تشو من حيوان طيب، from the living body، حيوان طيب، إنسان طيب، نأخذ منه عينة عشان إيش؟ for the purpose of diagnosis. بينما الأوتوبسي والنكروبسي نفحص الحيوان أو الإنسان الميت، أوكي؟ هذول المصطلحين أوتوبسي وبيوبسي بدنا نعرفهم لأنه إحنا we can communicate بهاي اللغة. الباثولوجي تعطيك جرامر، تعطيك لغة إنك تعمل كوميونيكيشن مع الأذر سبيشالتيز. وعادة أنا بحكي للطلاب إنه الباثولوجيست knows and sees، بعرف وبشوف الأشياء الآخرين ما بشوفوهاش، أوكي؟ فأنت لما تعرف وتشوف أشياء الآخرين ما بعرفوهاش معناته بكون عندك انت advantage، انت you are stronger than them، you they will come to you and they will ask you for things to help them. Why? Because you know more than them. هلا واحد راح يقول لي اوكي الجراحة نفس الشيء والولادة نفس الشيء، هم بيعرفوا شغلات تعين الجراحة وتعين الولادة انت مش راح تعرفهم. بس مزبوط، بس الباثولوجي it is the basic subject for all of the specialties، لازم تعرفهم عشان تفهم التخصصات الثانية. لو بتطلع تحت الميكروسكوب انت you see changes اللي بصير بالتشوز وعلى السيلز that the other people cannot see. Okay? So you have strength in your eyes when you see a dead person. You can say oh والله سبب الوفاة ممكن يكون تسمم من الجرثومة الفلانية. سبب الوفاة هو ممكن يكون فيروس اللي عامل التهاب بالكبد. Okay, then pathology is the corner of medicine, grammar of medicine. هيك بيعرفوه. The corner of medicine أو the grammar of medicine. Okay, نيجي على مصطلح آخر كثير كثير مهم ولازم تعرفوه وراح يجيكم الامتحان اللي هو legion. مش معناته اللي حكيناهم قبل شوي مش راح يجين، لا راح يجوا، بس كلمة legion كثير كثير مهمة مستخدمها. رح جزء كل محاضرة تسمعوني أحكيها
سبع مرات ثمان مرات. ليجن هو تشينج يصير بالتشو اوكي، بس التشينج هذا كاركترستيك تشينج، تغير مميز. كاركترستيك تشينجز ان ان اورجان برودوس باي ا ديزيز. اذا الليجن هو عباره عن تشينج مميز غير عن الطبيعي، شكله ممكن اللون تاعه يختلف، ممكن السايز تاعه يختلف، ممكن الكونسيستنسي تاعته تختلف اوكي. فبعد تشو هذا التشينج اللي بنشوفه احنا produced by a disease، طبعا الديزيز بده يكون لها سبب، بكتيريا ولا باراسايت ولا توكسينز ولا اوكي. وهاي الليجن ممكن تكون انواع gross legion يعني بشوفها بعيني اوكي، microscopic legion بشوفها تحت الميكروسكوب، ممكن ما اشوفهاش تحت الميكروسكوب وما اشوفهاش تحت العين المجرده لكن اشوفها بالالكترون ميكروسكوب اوكي. and functional legion، فالليجن احنا مقسمين اربعه، gross legion بشوفه بعيني عين مجرده اوكي، بس just simple لما تلاقي واحد عنده ضمور بعضو معين this is gross legion، لما تلاقي خلايا ميته وتشوفها تحت الميكروسكوب بتقول this is microscopic legion. مرات ما بتشوف الشيء الليجن الا تحت الالكترون ميكروسكوب اوكي، وخاصه الالترا ستراكشرال ليجنز هذولا اللي بنشوفهم بالالكترون ميكروسكوب بكونوا بالايرلي ستيج اوف ذا ديزيز، لحد الان مش ظاهر تحت اللايت ميكروسكوب، بشوفهم بالالكترون ميكروسكوب بيستخدمون عاده يوم ياخذوا بايوبسي من الهارت للناس بيصير عندهم ايش جلطات ام اي مايوكارديال انفاركشن. والفانكشنال ليجن اللي هو نو ستراكشرال تشينج ذات از سين ان ذا سامبل، الفانكشنال مش مبين إشي بس الوظيفة تاعته تغيرت أوكي. هاي الليجن هناك مهمة، والأهم من الليجن، الأهم من الليجن اللي هو رقم سبعة هلأ، الباثوغنومونيك ليجن أوكي. يعني مستحيل نعملكو فيرست إكزام وما نحط الكوش سؤال على الباثوغنومونيك ليجن. ليش بنحط السؤال عليه؟ لأن بدي كل الطلاب يعرفوا شو معنى باثوغنومونيك ليجن. شو يعني باثوغنومونيك ليجن؟ هي specific، شوف فوق الليجن قلنا characteristic change، بالليجن اللي فوق ستة قلنا characteristic change، هنا شو قلنا specifically characteristic of a disease، يعني إشي بكون مميز لمرض معين. يعني التغير اللي بصير بالنسيج هون هو تابع للمرض A، بينما التغير اللي بصير منطقة ثانية هو تغير تابع لمرض B. مثلا احنا لو بنطلع على البرين تاع كلب ولا نعجه ولا بقره، هذا كلب مسعور، لما نطلع على البرين على خلايا تاع البرين لكلب مسعور او كلب عاض بقره هو مسعور وادى الى الريبيز السعار هو الريبيز، بنلاقي في انكلوجن بوديز تحت داخل السيتوبلازم اوكي تحت البرين، بنلاقي انكلوجين باديز بسموها نيجري بادي اللي هو عبارة عن نوكليو بروتين تحت الفيروس، ما هو فيروس الريبز، إذا هاي البروتينات تحت الريبز بنلاقيها داخل السيتوبلازم، هلا ممكن تلاقيها داخل النوكليوس، بس احنا بالريبز وانس وي سي، هلا عندي بالمختبر أو طالب ماجستير اللي عندي بس يطلع على البرين ولاقي السنوفيليك حمر، يعني السنوفيليك شيء أحمر، انكلوجين باديز داخل البرين سيلز، نقولها احتمال تكون ايش كبير ريبيز، مش احتمال كبير يس ات از ريبيز، بنسميها احنا باثوغنومونيك ليجن. انكلوجن باديز ان ذا سيتوبلازم اوف ذا سكن ان شيب بوكس برضه تعتبر باثوغنومونيك ليجن. نعجه في عندها تغير ليجنز، شايفين صرنا نستخدم كلمه ليجن، نعجه او غنم عندهم ليجنز بسكن، لما ناخذها نطلع تحت الميكروسكوب ونلاحظ في داخل السيتوبلازم في انكلوجن بادي، معناته هذولا يعتبر باثوغنومونيك ليجنز لهذا المرض اوكي. اذا عرفنا شو معنى ليجن وعرفنا شو باثوغنومونيك ليجنز. طيب نيجي على مصطلحات اثنين برضو مهمات، واحد سيمتومز وواحد ساين، واحد سيمتوم
و9 ساين. ايش السيمبتومز؟ شو الفرق بيناتهم؟ يعني احنا كبشر بنقول والله الساينز الفلانيه، السيمبتوم الاعراض بالعربي بنسميه الثنتين اعراض او علامات المرض. ساين ممكن تكون علامات المرض. 8 السيمبتومز اني فانكشنال ايفيدنس اوف ديزيز اور اوف ا بيشنت كونديشن. اوكي، اي مؤشر في خطا بالوظائف تحت الديزيز بصير عند المريض. اوكي، any functional evidence of disease which only، انتبهوا هاي الكلمة المهمة هون، which only can be determined subjectively، مثل headache، dizziness، عندي pain بالمعدة. يعني واحد عنده pain بمعدته وروح للدكتور، الدكتور بده يعرف انه عنده pain بمعدته، ما راح يعرف. انت لو بتكون دايخ، مش انت بتقول للطبيب انه انا دايخ عندي headache براسي؟ السيمبتومز هي العلامة المرضية اللي المريض نفسه بيحكيها للطبيب، هو اللي بعرفها، هو اللي بيحكي عنها. بينما الساينز لا، بدك واحد يقدر يفحص ويكون هو مهني بروفيشنال حتى يطلع ايش هي هاي الساين. مثلا ارتفاع ضغط الدم. اوكي، ارتفاع ضغط الدم تعتبر ساين اوف ديزيز. احنا عندنا بالطب البيطري هم عباره عن ساينز. ما راح تجيك بقره وتقول لك انا عندي هيدك ولا انا دايخ ولا بطني بوجعني. فاحنا عندنا بالطب البيطري ساينز، اني فانكشنال ايفيدنس اوف ديزيز اور اوف ا بيشنتس كونديشن، اني فانكشنال ايفيدنس اوف ديزيز ويتش اونلي كان بي ديتيرمند اوبجكتيفلي. هناك سبجكتيفلي، هون اوبجكتيفلي. مثلا حصان بعرج، اسهال، ديسبنيا، صعوبه التنفس. اوكي، هذول تعتبر ايش؟ علامات المرض. اذا احنا بالبيطره، طب البيطري عندنا ساين اوف ديزيزز، وبالهيومن عندهم السيمبتومز. اوكي، مينلي السيمبتومز. هلا هاي الفرق بين الثنتين، انه الساينز يو نيد سمبادي هو نوز، شخص هو بيقدر يقول والله الحصان هذا بعرج. صح، المزارع بيعرف يميز، بس انت بعرج من اي اجر، اليمين ولا اليسار، الاماميه ولا الخلفيه. Okay, you have to know، عندك يكون knowledge معينة. الخروف هذا عنده إسهال، حتى تعرف إنه الخروف هذا عنده إسهال بدك تكون عارف شو النورمال الفيسيس تاعته. Okay، لما تكون الخروف هذا عنده ديسبنيا بدك تكون أنت تعرف إنه عدد ضربات التنفس تاعت الحيوان هذا، بدك تعرف كيف بتنفس حتى تقول له عنده صعوبة التنفس. طلعوا كلمة ديس هنا عند ديسبنيا، هي نفس الديزيز ديس بس بالواي وبعدين ابنيا، ابنيا معناته تنفس. اوكي، اذا اخذنا هاي المصطلحات اللي بنعتبرها اساسيه بالنسبه للباثولوجي. هلا في مصطلح اخر برضو كثير مهم، شايفين كل ما ندخل شويه قاعدين ندخل على مواضيع كثير مهمه وهي اساسيه. لذلك انا بدي انصحكم يعني انه هلا بس اخلص المحاضره على طول ارجع واقراهم واسمع، اذا ما انت اذا عملي الريكورد واسمع الحكي اللي حكاه الدكتور وافهمهم واحفظهم. شو معنى باثوجينيسيس؟ هاي يعني تسوى 10,000 دينار كلمه باثوجينيسيس. طلعوا من باثو، من باثو وجينيسيس، باثوجينيسيس هي باللاتيني باثوجينيسيا. اوكي، باثوجينيسيس تخلق المرض، تخلق، جينيسيس، جينيسيس تخلق، تولد. من حتى كلمة جينيسيس من يو نو المرأة لما تولد أو البقرة تولد. وتخصص الجينيكولوجي لما نقول هذا أخصائية نسائية جينيكولوجي من جينيسيس اللي هو كيف المرض بتخلق، كيف بيصير. بمعنى جميع مراحل، خلنا نحكيها بالعربي عشان تفهموها، جميع مراحل المرض من بدايته لنهايته، كل الخطوات اللي بمر فيها الجسم من لحظة ما بدخل المسبب للمرض لحتى انه ايش نهاية المرض او الوفاة، هذا بنسميه الباثوجينيسيس. بالانجليزي the progressive development of a disease process، اذا تطور
العملية المرضية from its beginning to its termination including all steps involved، بمعنى كل الخطوات اللي بتكون داخلي بهاي العملية. انتبهوا بالتعريف تاع الباثولوجي، لما حكينا it is molecular، بعدين حكينا cellular، بعدين حكينا tissue، بعدين حكينا organs، كل هذول الأربع عناصر كلها they are involved بالباثوجينيسيس. إذن التغيرات على المستوى الخلوي، على المستوى الجزيئي، على المستوى النسيجي، كل هاي التغيرات اللي بتصير هاي كل المراحل من لحظة ما دخل المسبب على الجسم حتى نهايته، هاي بيسموها باثوجينيسيس. أوكي؟ إذن هون إحنا هلأ خلصنا غطينا الجزء الأول A بالdefinitions. هلأ بنيجي على شوية مش كثير على history of pathology، تاريخ علم الأمراض، ومن هناك راح نأخذ بعض المعلومات اللي برضو مهمة. راح تقول لي يا دكتور هاي تاريخ أنا مش بدي فيه، بس لكن راح تشوف كيف ممكن تساعدك تفهم إيش الأمراض. Next slide. عمر رفع السلايد فوق شوية، أيوة لتحت شوي، أنت صغير لتحت. أول لكمان لتحت، للعكس قصدي، سوري لفوق العاد. أيوة أوكي. هلأ في كتاب Principle of Vet Pathology by Ronalds Mollex and Mollex، هذول بيحكوا عن تاريخ الطب البيطري، والعرب والمسلمين كان لهم دور كبير بهاي المواضيع. لاحظوا أول نقطة، إحنا بنحكي عن Laws of Hammurabi، قوانين حمورابي اللي هم 2100 قبل الميلاد، أو قانون حمورابي في حضارة ما بين النهرين تيغريس أن يوفريت. تيغريس اللي هو دجلة، يوفريت نهر الفرات. أوكي، حضارة ما بين النهرين اللي هو Veterinary Medicine، طب البيطري، Recorded for the first time، أول مرة بالتاريخ حطوا قوانين وأنظمة وللرسوم تحت الطبيب البيطري. البداوي حصان غير عن بداوي ديك، والبداوي ديك غير عن بداوي بقرة. أوكي، فهنا كل حيوان، كل خدمة بتقدمها الحيوان تأخذ عليها رسوم محددة. كمان في عقوبات، يعني بداوي حيوان وداوي بطريقة خطأ لازم يتعاقب، قديش العقوبة تحته؟ هاي كلها محطوطة بقوانين حمورابي. أنا بالتسعينات كنت أهتم بالمواضيع هاي اللي هو تاريخ الطب البيطري. كان عندنا الطلاب عندهم إشي اسمه ندوة وبحث علمي يعملوه بالسنة الخامسة، كنت أوجههم بهذا الاتجاه، يجمعوا معلومات، ويعني معلومات تكون جديدة غير على المعلومات اللي بأخذها بس الطب البيطري. إذن حمورابي قبل الميلاد 2100 كان في عندنا أنظمة تنظم مهنة الطب البيطري. هيبوقراط، أبوقراط اللي هو الأطباء لما يتخرجوا بقسم وقسم أبوقراط، وحتى إحنا في أوروبا الأطباء البيطريين بقسموا نفس القسم تاع هيبوقراط. عندنا إحنا ما فيش عندنا قسم، ما بقسموش الأطباء عندنا بقسموا، بس الطب البيطري لا. أبوقراط هو Greek physician، هيومرال هو مسؤول عن الهيومرال theory of disease. It's very interesting لو تشوف كيف كان يفكر هذا 400 سنة قبل الميلاد، يعني قبل 2400 سنة كيف كان يفكر. طلعوا هو كان يقول إنه في عندنا أربع fluids، أربع سوائل، four fluids. مين هم هذول الفلويدز؟ هي كان يفكر البلد، كان يعرف البلد هو، والفليجم، اليلو بايل، والبلاك بايل. أوكي، البلد، فليجم، يلو بايل، بلاك بايل. كان يقول إنه هذول الأربع فلويدز لازم ينخلطوا بنسب معينة، يعني 20-15-30-40% نسبة معينة من كل واحد لازم ينخلطوا مع بعضهم البعض حتى نحصل على الهيلث. يعني كان يفسر هو منين جاي الهيلث، كيف الواحد بيكون صحته كويسه،
ومن هاي المحاليل الأربعة ترخلط مع بعض البعض أوكي؟ بنسبة ثابتة. هلأ إذا النسبة هاي تغيرت، نسبة الدم زادت عن الفليجم أو اليلو بايل زادت عن البلاك بايل عن سوهم، أنا أظهر عندي ديزيز. هو هيك كان يفكر، هي نظرية تاعته ثيوري. بس شو كان يفكر؟ ما كان يفكر الدم هو نفس الدم اللي بنعرفه حاليا، هو كان الدم بالنسبة له القلب الهارت، والفليجم بالنسبة له هو كان البرين، واليلو بايل كان الليفر جزء أنه في عنده مرارة الجول بلاتر، والبلاك بايل جزء سبلين، ثم أنه بجزء واحد عنده أنثراكس وسبلين تاعه أسود أوكي. ممكن هذا السبب كان يقول أنه بلاك بايل ويلو بايل and so on. هاي بالنسبة لهيبوكرات هيومرال ثيوري. وإجا بعديه سيلسس 30 قبل الميلاد ل30 بعد الميلاد. He was not a physician, described the cardinal signs of inflammation. Okay? هو اللي حكى عن علامات الالتهاب. من هذيك السنة يعني قبل 2000 سنة قال الالتهاب inflame، يعني inflame نار لهب، يعني inflame لهب. Inflammation اللي هو التهاب له علامات signs. إيش هاي العلامات؟ احمرار. هلا تحطك على الغاز أنت مثلا، أو إيدك تلتهب، أو صبعك أو إذنك تلتهب، أو عينك تلتهب، تصير حمراء. swelling انتفاخ. إذا احمرار انتفاخ، بصير حامية المنطقة الملتهبة، بقول لك حامية. بعدين بصير في وجع pain، لأنه بصير ضغط على الأعصاب، في مواد كيماوية تفرز تضغط على الأعصاب وبتأثر وبتأدي إلى pain. إذا هو اللي حطنا هذا سيلسس، حطنا أربع علامات للالتهاب. ولو ما نأخذ الانفلاميشن الفصل هذا راح يعطيك إياه الدكتور وائل، راح أقول لك إيش هم الساينز الكاردينال ساينز تاعت نفس الخمسة اللي حكاها: ريدنس، ويلينج، هيت، وبين. إذا كان متقدم، كان عنده معرفة. أوكي، بيجي على اللي بعديه في جيتياس 450 إلى 500 بعد الميلاد. هو رومان طبيب، طبيب روماني، كتب فيرست بوك ان فيترينري ميديسين، اول كتاب بالطب البيطري. ارفع سلايد يا عمر اذا انك بعدك معانا زهقناك. ايوه، بيجي على هارفي اللي حكى عن الدوره الدمويه الصغرى والدوره الدمويه الكبرى، اخذتوها بجزء بالاعدادي. وبعدين اجانا فان لونهوك 1632 ل 1723، قربنا نصل لوقت ترى. هذا فان لونهوك يدسكفر انه في شيء اسمه مايكرو اورجانيزمز، ما كان يعرف انواعهم واسمائهم والامراض. قال اكيد في اشياء صغيره اسمها سمول ثينجز، اشياء صغيره سماها مايكرو اورجانيزمز او سمول ثينجز. اوكي، يجي بعديه مورغاني. هلا كانوا الطلاب ظلوا يقولوا الدكتور نبيل بيجيب الامتحان مورغاني، ليش مورغاني؟ قال لانه هو ايرليست باثولوجيست، هو أول يعني من تعيين علم الأمراض القدامى. شو سوى هذا من 1682 إلى 1770؟ هو correlated pathological changes with the clinical signs and symptoms، هو ربط العلامات والأعراض تحت المرض مع تغيرات مرضية. بمعنى إذا خروف عنده إسهال أو خروف عنده التهاب رئوي وبقح، يعني إذا خروف بقح ولا خروف عنده إسهال والأحصان بعرج، معناته في تغيرات نسيجية بتصير بمحل معين. التغيرات هاي النسيجية اللي بتصير بمحل معين إلها علاقة بالأعراض. Great، this is بهذاك الوقت excellent contribution، مساهمة ممتازة إنه واحد بهذيك الفترة يقول والله في تغيرات نسيجية مرضية، وهاي هي اللي وراء مين، اللي behind the signs and symptoms اللي بتصير عند الإنسان أو الحيوان. أوكي، إجانا بعديه بيتشات 1771 ل 1800، فرنش مان، فادر في هيستولوجي، يعني مثل الزغول، مثل الدكتور محمد الزغول. بس محمد الزغول بقول أنه عندنا أربع أنواع من الأنسجة. هو شو بقول؟ هو بقول لا، إحنا عندنا 21 تايب. وذيك الفترة بقول عندنا 21 different tissues. هو كان يحكي عن نفس التشوز
بس كان يعني يعمل جروبينج لحاله، بس على الاقل ميز انه في عندنا different types of tissues. هذا بيتشان. جانا فيرتشو. فيرتشو لحد الان في مجله بالمكتبه فيرتشو اركايف، هاي مكتوب تحت فيرتشوز اركايف فاذر اوف سيلولر باثولوجي، هو مؤلف او الاصل تاع العلم الامراض الخلوي لما تطلع على الخليه 1821 ل 1900، يعني قبل 120 سنه 130 سنه. اجى بعديه اللي هو باستشور 1800 1892، فرنسي وتخصصه بكتيريا، وهو اللي شو قال نظريته، قالت انه في بكتيريا هي مسؤوله عن الديزيز، ما حدد، قال هاي الديزيز حتى تصير معناته في وراها بكتيريا. اوكي، اذا بكتيريولوجي الثيوري تاعته انه some bacteria are the cause of disease. next slide يا عمر. شايفين ماشي بالترتيب. انه جانا كوخ بعديه، شو كوخ قال؟ نعم مزبوط في بكتيريا بتعمل ديزيز، بس لا، في specific بكتيريا بتعمل specific disease. يعني شو هو قال؟ حتى يكون في عندك سل، مرض السل باستشور، قال معناته في بكتيريا. كوخ قال مزبوط، إذا في سل عندك معناته في عندك بكتيريا للسل، إذا عندك حموم ملطية معناته في عندك بكتيريا للحموم ملطية. أوكي، إذا في عندك أنت فيروس بالمعدة عاملك إندرايتس، معناته هذا خاص بالإندرايتس. فهنا كوخ هو حدد إنه السبيسيفيك مايكرو أورجانيزم هي بتعمل سبيسيفيك ديزيز. أوكي، كونهايم بعديهم إجا، كان طالب عند فيرتشوس ستودنت، عمل مودرن اكسبيرمنتال باثولوجي اللي حكيت عنه، انه هاو تو اندوس ديزيز، كيف تعمل مرض انت، او تاخذ ماده كيماويه وتحقنها بالفيران او بالرابتس وتدرس ايش التغيرات المرضيه. اذا سو فار احنا اخذنا موضوعين، موضوع سم ديفينيشنز عن الباثولوجي، انواع الباثولوجي، شو معنى pathogenesis، شو معنى legion، شو معنى pathognomonic legion، شو معنى signs، شو معنى symptoms. اثنين، اخذنا مقدمة عن الهيستوري of pathology، عن الهيستوري of pathology. اوكي، هاي كان A و B. هلا C اللي هو etiology. etiology برضو باللاتيني معناته etiologia معناته علم المسببات، الأسباب. لذلك قلنا إيش؟ the study of the disease or the study of the cause of disease، دراسة أسباب الأمراض، etiology، etiology، علم المسببات. طيب هلأ إحنا هون الأسباب أو المسببات بيسموها قسمين. القسم الأول بيسموها predisposing causes PC، اللي هي الأسباب اللي بتهيئ الحيوان إنه يصير عنده مرض، بتخلي الحيوان يكون more susceptible to disease. حفظوها كلمة susceptible، يكون عنده استعداد، الاستعدادية تاعته للمرض عالية، more susceptible to disease. وفي عندنا أسباب خارجية بسموها exciting causes أو أسباب مباشرة. خلينا نحكي، بلاش نحكيها بالعربي يعني نغلط بالترجمة. predisposing causes اللي هو أسباب بتخلي الحيوان يكون susceptible للديزيز، وبقسمهم قسمين، أسباب intrinsic وأسباب extrinsic، أسباب ذاتية في الجينس والريس والبريد والفاميلي والإيج والسكس والكلر. هذولا لهم علاقة بحدوث المرض عند الحيوان أو عند الإنسان. مثلا أمراض الفيميل لحد معين، في عندها أمراض تختلف عن أمراض الميل، التهاب الرحم، العقم، and so on. الكلر في حد بده يدخل معنا على الجروب، شايف انا في مسج هون يا عمر، بيحاول يدخلوا معنا. دخلت يلا ماشي اوكي. كم واحد معنا على الجروب؟ بين عندك انا، مش مبين عندي هون، النص تقريبا ولا قل؟ دقيقة، 83 معنا، 83 اقل من النص. يلا
جيب السكرين هاي. فعندنا هلا عندنا اسباب بتساعد على حدوث المرض، خلي الحيوان يكون مور سستمتبل، قلنا انترنسك جينس والريس والبريد. لكل نوع، كل سلاله، كل سلاله ممكن يكون في عندها استعداد لمرض معين اكثر من سلاله ثانيه، وكل سبيشيز عنده استعداد اكثر. والعمر، يعني هلا يجيك خرفان صغار عمره اسبوع اوكي، ويجيك غنم عمره 4 سنين، راح تفكر بالامراض تختلف. حتى لو هذا عنده سهال وهذا عنده سهال، خرفان عنده مسهال على عمر اسبوع، وغنم عمرها عندها اسهال على عمر 4 سنين، راح تفكر بالامراض مختلفه اوكي. طيب هاي بالنسبه للانترنسك بريديسبوزينج كوزز. الاكسترنسك كوزز اللي هو فاكتورز اوبريتنج فروم ذا اكسترنال انفايرمنت، من خارج الحيوان نفسه. واحنا بنحكي عن نيوتريشنال ديزيزز، نيوتريشنال ديفيشنسي، تشيلينج، دابنس اللي هو الرطوبه، بور فنتيليشن التهويه. وعندنا لذلك لما تروح تعمل مزرعه راح اقول لك قديش المساحه تاعتها، كم حيوان بتحط فيها، كم شباك بتحط فيه عشان تكيب التهويه صح، تكيب الرطوبه صح. بالدواجن اهم مرض بيصير بالدواجن راح يقول لكم الشباب اللي هو مرض الكوكسيديا، وسبب رطوبه وعدم وجود تهويه كافيه. ارفع السلايد فوق يا مين اللي بسوق عندكم. اوكي، الاكسايتنج كوزز اللي هي الأسباب المسؤولة عن الديزيز مباشرة. يعني مثلا مجموعة النيوتريشنال فاكتورز، زيادة التغذية أو نقصان التغذية راح تؤدي إلى أمراض. طيب مثلا عندنا إحنا كثير كومن فيتامين إي مع سيلينيوم، هذا بيشاف عادة بيعمل بسميه وايت ماسل ديزيز. فيتامين اي مع سيلينيوم ديفيشنسي، فيتامين اي كبر ديفيشنسي ولا كبر توكسيكوسيس، تسمم بالكبر اند سو اون، راح ناخذهم تقريبا بالتفصيل اكثر. المجموعه الثانيه فيزيكال انفلونسز، يعني هذا الشيء اللي بدي احكي لكم عنه. لما نقول احنا ديزيز على طول بنروح نفكر فيروسز وبكتيريا وطفيليات اوكي، لكن بالعملي بالوضع الفيلد مش دائما هم بيكونوا الاسباب، مش دائما البكتيريا والفيروسز هي اسباب الامراض، في ام مجموعه اخرى من الاسباب. خلينا نشوف، بقول لك ميكانيكال فاكتورز، اسباب ميكانيكيه ولا رح نشرحها اوكي. ثيرمال فاكتور، كان برد ولا حراره اوكي. تشينج ان اتموسفيريك بريشر، التغير بالضغط الجوي. الامراض اللي عايشين على الجبال من فوق غير عن الأمراض اللي بتصير بالوديان. الإضاءة اللايت، لما نقصد اللايت يعني أشعة الشمس. إلكتريسيتي، لو واحد يضرب كهرباء أوكي. راديشن، إشعاعات. معظم السرطانات بصير جاي من، أو مش معظم، قسم من السرطانات جاي من الراديشن. والأمريكان قديش درسوا السرطانات اللي صارت باليابان بعد قنابل ناكازاكي وهيروشيما، ولا اللي صار الحادث التسرب الإشعاعي اللي بتشيرنوبل صار because of radiation. هذولا يعتبروا أسباب برضو ممكن تعمل diseases. خلنا نأخذ المجموعة الأولى mechanical factors، أسباب الميكانيكية. أول واحد، رقم واحد trauma. trauma اللي هي injury، يعني trauma injury أو wound، جرح اوكي. انجري وونت او جرح. تروما معناته sudden violent physical force in which tissue are torn or crushed. التروما لما اقول واحد عنده تروما ولا جرح، جاي من قوة فيزيائية حادة وقوية ومفاجئة. هاي القوة شو رح تعمل؟ هاي القوة اللي هي بتعمل دامج وبتمزق الأنسجة. إذن بالتروما، بالتروما عندنا النسيج مزق أو مضروب، رضة صار عندها، واحد صار عنده بوجه
ضربه ضربوا حد السياره ولا صارت تهاوشوا واحد ثاني، اكلوا بوكس، كلوا عصاه، راح يصير في عندنا تروما، راح يؤدي الى تمزق بالانسجه، راح يؤدي الى حظوظ وفي بعض العضلات. هلا خلينا نميز احنا انواع التروما. يعني اللي ماكل سكينه مش مثل ماكل كب، ولا راسه ضرب بالحيط مش مثل واحد ماكله عصا على راسه. خلينا نميز بين هذول التروما، وهي بتساعدك انت غد بالجراحه والباثولوجي وبالطب الشرعي بالفورنسيك ميديسين، لما توصف حادث معين، واحد صار مع حادث سياره، لو قالوا والله الجرح هذا انه بكون كذا وكذا، غير عن ما بكون نوع اخر. خلينا اعطيك بعض الامثله، ارفع سلايد فوق عشان نفهمين اكثر. بس لو نقول كونتيوجن هو تروما، كونتيوجن جزء من تروجا، احنا قلنا واحد تروما. هلا امثله عليها او اجزاء منها كونتيوجن، الفعل تاعها كونتيوز، الفعل كونتيوجن الاسم، كونتيوز هو الفعل. اوكي، اللي هي البروز، لو واحد ياكل ضربه وشو يصير احمر محل الضربه او محل، اوكي، هو البروز. شو معناه البروز؟ بروز يعني او كونتيوجن، السكن از انتاكت، الطبقه الخارجيه للسكن متصله، اللي هو ستريتيفايد سكوموس ابيثيليوم لسه متصل مع بعض البعض. But the underlying tissue are damaged. المنطقه اللي تحت السكن اللي هي الفات والنيرف والبلد فيسلز، اوكي، السبكوتينس تيشو صار في دامج، لذلك ممكن تلاقي نزيف، لكن السكن من فوق لسه بعده متماسك، مش مشقوق، مش مفتوح السكن. هم يسميها كونتيوجن اللي هي البروز. اوكي، طيب لما نجي على كلمه ابريجن، ابريد لايك اللي حكينا عنه فوق، بس هون السكن از بروكن. لما تقول لواحد عنده ابريجن بوجهه، معناته اللحم تاع وجهه مشقوق مفتوح، يعني انك تخيط في خياطه. ابريجن يعني معناته السكن از اوبن از بروكن، وبدك انت تعمل سوتشرينج. كونتيوجن ما بتعمل سوتشرينج لانه ضربه تحت جايه، وهي جايه كمان فوق، بس السكن از انتاك، ما فيش تخيطه. اوكي، انسجن من الفعل انسايز، اللي هو الانجري اللي برودوس باي شارب اوبجكت. لما تعمل عمليه جراحيه لبقره ولا لكلب ومعاك شفره حاده، اوكي، وتفتح بالشفره، هاي الشارب اوبجكت بتعمل انسجن. لاحظ الشارب اوبجكت بتعمل دامج للتشو بس قليل، لانها حاده، غير عن اللي مش شارب اوبجكت، البلاند اوبجكت. اذا انسجن هي عمار انجري برودوس باي شارب اوبجكت with little damage of the tissues. كلمة laceration اللي عكس الانسجن من كلمة lacerate، blunt object. العضو هنا أو الأداة اللي استخدمت عشان تعمل التروما هي blunt، غير حادة، حجر، عصا، زاوية خشبة، أوكي، ضربت الإنسان أو الحيوان وعملت laceration، تشقق كبير في سكن والاندرلاين، وبعدين غير منتظم. كلمة لاسيريشن انه صار في عنده انجري وند وغير منتظمة، غير عن الشارب اوبجكت، غير عن الانسجن. لذلك الانسجن بطيب اسرع من اللاسيريشن. واحد عنده لاسيريشن بجره ولا بطنه ولا بوجهه، لانه بتلاقي ايش، الجرح ماخذ اتجاهات مختلفة، بينما الانسجن ماخذ اتجاه واحد وبسهوله بتقدر تلموا على بعض البعض ويصير عندك هيلينج. اوكي، بيرفوريشن برضو وند. هنا كلمه بيرفوريشن في عندنا بوينت اوف انتري وبوينت اوف اكزيت. البيرفوريشن يعني دخل من جهه وطلع من جهه ثانيه. خليني احكي لكم، واحد اكل بالحرب، اكل له رصاصه، اجت رصاصه من قدام من صدره، اوكي، المدخل تاع الرصاصة يكون صغير، الأوبنينج تاعها، المخرج تاعها من ظهره بتلاقي إيش، كبيرة واسع. بعدين ملابسه
اللي اذا كان جاي من الامام الملابس بتفوت لجوا من قدام، ومن الخلف تلاقيها بتبعثر الملابس تفتح. اذا بنعرف العسكري بالمعركه اذا جاء رصاصه، جاء رصاصه وهو هارب ولا هو حارب، اوكي؟ اذا انه هو هارب تجي من ظهره، اوكي؟ وبتطلع من صدره. البوينت اوف انتري بنسميها بيرفوريشن. هلا كمان ممكن يكون نيل، مسمار، البقره اكلت مسمار ولا ابره ولا سلك عمار اكلته وراحت على المعده تاعتها على الروتيكولم، من الروتيكولم طلعت لبرا على القلب، نسميها عندنا صار بيرفوريشن، اوكي؟ برضو وند انجري، رابتشر، رابتشر برضو انجري، تيشوز ار ستريتشد، الانسجه صار عندها تمدد كبير، والفايبرز they are becoming apart، بعاد عن بعضهم. rupture يعني إذا مسنك انفجار بالمعدة، خاصة hollow organs، الكيدني، الليفر، السبلين، التندون تاع المصل، هاي مشكلة. واحد يصير عنده انقطع التندون تاع العضلات تاعته، okay. So these are parts: rupture, perforation, laceration, incision, abrasion, contusion. They are trauma. كل واحد يتميز عن الآخر. أنت كباثولوجيست لأنك you want to see what the other people cannot see, okay, you have to know this terminology. Next slide أو next ارفع له فوق. Okay, fracture اللي هو الكسر تاع العظم عادة. Breakage of harder structure, bony وcartilage. Luxation اللي هم dislocation من الفعل luxate لما يطلع العظم من محله. اوكي الراس تاع العظمه مثلا الفيمورال هيد تاع الهيد تاع الفيمور يطلع من المكان تاعه لبرا يسموه لاكسيشن او ديسلوكيشن. اكثر شيء بنشوفه بالاطفال الصغار اللي بسموه خلع الولاده، اوكي؟ بقول لك والله عنده خلع ولاده بس لسه صغيره، حط البيبي حفاضتين او ثلاث حفاضات عشان يضل اجريه فرحات شويه عشان يمسك الراس تاع الفيمور داخل العظمه. إذا ما زبط بحفاضتين وثلاثة بعدين بيعملوا له جبارة وجبروه عشان الراس تاع العظم يظل موجود في الكافيتي تاع العظمة الثانية داخل فيها. أوكي هاي بالنسبة لليوم بعتقد بجدي لحد اليوم بجوز تريحوا نكمل معاكم بكرة. شيك معي شباب؟ بكره الله يعطيك الف عافيه دكتور. اي ساعه بكره احنا عند الله عافي عمرك؟ على 11:30 لوحدي دكتور. واي قاعه؟ ان بي 53 كنا بالمول مش هيك ولا لا؟ بالمول. بالمول نشوفكم على خير ان شاء الله بكره على الساعه 11:30. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه دكتور. مع السلامه شباب. هلا شكرا يا عمر. شكرا. عفوا دكتور. هلا بيك شكرا.